سيد مهدي، مرحبا بك. أبدأ بك سياسيا، كيف تقرأ تصريحات محافظ ليبيا المركز الصديق الكبير؟ أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين. مرحبا بك. هو أنا أعتبره هو ناقوس خطر أو رفع الراية الحمراء كما سبق أن أشار هو نفسه السيد الصديق الكبير. نعم. يعني أولا موضوع خطير أن يتم إقرار ميزانية في الخارج. نعم. هذا أول يعني مؤشر خطير. المؤشر الثاني أن يتم من خلال مندوب عن حكومة الوفاق ومندوب عن حكومة الثني، والتي نص صراحة اتفاق الصخيرات على أن إنهاء الأجسام الموازية. نرى الآن دعم لهذه الأجسام يعني لاستمرارها في البقاء، و يعني عدم رضوخها تحت سلطة الدولة وما إلى ذلك. نعم. الأمر الآخر وهو إقرارها دون وجود قانون. نعم. الميزانية لا تقر إلا بقانون، وإلا يتم الصرف بناء على ميزانية 1/12. الأمر الرابع إقرار ميزانية برقم ضخم مثل هذا، يعني نعم. عندما نتحدث عن 70 مليار، هو رقم يعني كبير جدا نسبة إلى الميزانية العام السابق أو الاحتياجات المرحلية.